السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوه ولا معسله في سنيوه، يعني كاين اللي يقولها قلب البقلاوه، كل واحد واش يعيط لها. انا صراحه ما تجينيش باللي مقروط، هذا ماشي مقروط، يعني معسله. نخدموها دفعه واحده في سنيوه وبكميه بمقادير جد بسيطه، غير شويه تاع السميد ونص سرطل تاع الكاوكاو. وانت درتي سنيوه الله يبارك تجي طريه وتدوب في الفم. نبداو بسم الله. عندي لهنا 4 كيسان سميد متوسط، هذاك اللي رايح للرطب. دوك نقول لكم يعني نحسموا الامر اليوم، دائما كي نقول لكم سميد متوسط اللي رايح للرطب، كل وحده واش تقول لي، كي تقول لي ما عرفتوش، كي تقول لي هذاك اللي نخدموا به المقروط. شوفوا سميد متوسط اللي رايح للرطب هذاك في شرق الجزائر، يعني تاع ناس الشرق يخدموا به الكسره، يعجنوا به الكسره العادي المطلوع العادي تاع الطاجين يستعملوه. وفي الغرب هما اللي يرمدوا فيه الكسره ديالهم، تاع الغرب يخدموا الكسره ديالهم بالفارينه ومن بعد يرمدوها في هذا السميد. هذا هو اللي نخدموا به. واش راح ندير؟ راح ندير 4 كيسان، الكاس تاع 240 مليلتر. تحبي كميه كبيره بدلي الكاس، ديري بول تاع شوربه، نفس المقادير بدلي برك الكاس ونزيد عليهم نص كاس فارينه. الفارينه اللي هنا الدور تاعها راح تخليه يجي ما يجيش يتفتت. ونضيف عليهم مغرف صغيره لافاني، نص مغرف صغيره خميره الحلويات، ونص مغرف صغيره ملح. نخلط هاد النواشف كامل كيف كيف، وراح نجي لهنا ندير كيلة ولا كاس تاع السمن. لهنا السمن لازم يكون بارد، وتقدروا تعوضوه بالمارغارين، اللي ما عندها السمن دير المارغارين. وراح نزيد نضيف عليه نص كاس زيت، يعني كاس سمن ونص كاس زيت. هاد العجينة كنت خدمتها معاكم في مقروط، كنا حشيناه بالغرس، ويعني الله يبارك يعني لقى تفاعل بزاف مليح، وبزاف اللي جربوه عجبهم. ولقيت ثاني في التعليق بزاف يقولوا لي كي نحبوا نديروا له الكاوكاو، انا كنت سميته مقروط السنيوه، كي نحبوا نديروا له كاوكاو من داخل كيفاش نديروا. ايا قلت ندير لكم هذه الوصفه. ونجي لهنا نبدا نبسس في هذاك السميد مليح حتى نحسوا ديك شغل ولا شامخ في يدي، يعني يتشمخ في يدي، ونديروا هكذا على شكل كويره نقعد نلعب بها ما راحش تحل. نجي لهنا نعمر نص مزهر ونص ماء، نفس الكاس اللي بديت به نكمل به. وراح نبدا هكا نخدم غير بالسباتية، جامي المقروط ولا هاد العجينه تاع السميد كيما نقولوا تدلكوها، ما تدلكوهش، قعدوا خدموا غير بيديكم، لموه غير بسبعتيكم، كي تدلكوه راح يجيكم يابس. هكذا لهنا درت كاس الا ربع تاع الماء، شوفوا حسيتوا بلي تشرب لي الماء، مي اون فوا راح نخليه يقعد راح نلقاه تشرب لي كامل هذوك السوائل. شوفوا لهنا تحسوا بلي العجينه راهي شويه جاريه، مي دوك تشوفوا نخليه هكذا يقعد راح يتشرب لي هذوك السوائل. نحطوا جانبا ونروح نحضروا الحشو تاعنا اللي فيه زوج كيسان تاع الكاوكاو. لهنا الكاوكاو انا درت هذاك بالقشور، قشرته حمصته، حمصوه كشغل يكون منقولوا ما يديش لون بزاف، غير هكا يولي غير صفر نحيوه. درت زوج كيسان تاع الكاوكاو، راح نضيف عليه مغرف صغيره لافاني، مغرف صغيره لافاني، وراح نزيد نضيف عليه زوج مغارف كبار سكر خشن. زوج مغارف كبار راح يكونوا كافيين، الحشو هذا تاع الكاوكاو ولا اللوز ولا اي مكسرات جامي تكثروا لهم السكر، هما اللي يلبسوا لكم الحشو. يجي الحشو دي فوا نخدموه يجيكم يابس هذاك، علاش؟ باسكو كثرنا السكر. ونزيد نضيف عليه مغرف كبيره سمن يكون دايب ولا زبده، ونجي لهنا الدور تاع السمن راح يخليه يقعد طري. وهكا ونقعد ندخل هذاك السمن مليح في الكاوكاو تاعي كيما راكم تشوفوا. في هذه المرحله راح نجيب اقل من ربع كاس تاع ماء الزهر، اقل من ربع كاس، ونبقى هكذا نفتل في هذاك الكاوكاو. هذاك الكاوكاو فتلوه ما تعجنوهش، شوفوا راح يديكم كميه قليله بزاف. شفتوا هذه كميه تاع المزهر وما راحش نديها كامل، يعني قعد لي شويه فيها. شوفوا ديت كميه قليله بزاف من المزهر هكذا، وراح نحطه جانبا، يعني كي نحطوه راح يزيد يتشرب لي هذوك السوائل. وشوفوا كيفاش كي ديروا هكذا، يعني نطمن لكم كي تقيسوها غير بصبعكم راح يتحل.
نعاود نولي العجينة تاعي. شوفوا تشربت لي كامل هادوك السوائل، شوفوا يعني في غالب الأحيان هاد العجينة تاخد لكم كاس تاع الماء، الماء ومزهر تاخد لكم كيلو. نكمل هذاك الربع كاس تاع الماء وماء الزهر كما راكو تشوفوا. هكذا، وراح نحطها جانبا، ولا عفوا راح نقسمها على اثنين. شوفوا نخليها غير شويه، غير واحد دقيقه راح تتشرب لي كامل هذوك السوائل. واش راح ندير؟ راح نقسمها على اثنين يكونوا جزئين متساويين، وراح نجيب البلاطو تاعي. شوفوا البلاطو تاعي القياس تاعو 30 على 24، البلاطو قياس تاعو 30 على 24. قلبته وقست عليه وقطعت بابي كويسون على الحجم ديالو. وراح نجيب الجزء الاول تاع العجينه وراح نحللها قيس هذاك البابي كويسون. وتقدروا نتوما العجينه الاولانيه ما تحلوهاش على البابي كويسون، تحطوها ديك في سنيوه وتحل وتسرحوها في هذيك السنيوه، يعني لكم الاختيار. بهذا الشكل ونجيب السنيوه تاعي وراح نقلبها فيه. يعني انا صراحه عندي مشكل كي نجي نقلب بالعجينه في السنيوه دائما تتخسر لي، مي معليش عادي دوك تشوفوا كيفاش. شوفوا يعني جاتني بجهه عادي، واحد تسقم معايا بكل سهوله، تقدر كامل تسرى لكم. شوفوا هكذا، وراح نسقمها مليح بيدي، نخدمها مليح، وراح نطلع الاطراف شويه. علاش؟ باش ما نخليش هذاك الكاوكاو يقيس السنيوه، راح كيما نقولوا يتحجر هكا. وراح نجيب كوبات وراح نمسحها كامل هكذا، يعني نمد لها سطح مستوي والخدمه تجينا نقيه، يعني الحبات يجوا متحوفين يجوا شابين، ما تجي جهه طالعه وجهه هابطه. وراح نجيب هذاك الكاوكاو وراح نديره كطبقه ثانيه للمعسلات تاعي. هكذا نحلو شويه بيدي باش يجيني على استقامه واحده. لهنا كنت نسيت باش نضيف له القرفه، ضفت له لهنا القرفه، واللي ما يحبش الذوق تاع القرفه يقدر يستغنى عليها، يعني يكتفي بالمزهر هذا ما كان. ونحطو لهنا وراح نزربعو كامل على السنيوه كيما راكو تشوفوا بهذا الشكل. ولهنا تاني تقدروا تحكموا كوبات وتاني تجوزوا لهذاك الكاوكاو من الفوق راح يتسقم، وشنو ما تضغطوش بزاف غير الفوق الفوق بهذا الشكل. شوفوا وراح نعاود نجيب هذاك البابي كويسون وراح نزيد نحلل الجزء الثاني تاع العجينه. بهذا الشكل، يعني طريقه جد بسيطه ما يديش كامل منكم الوقت. لو كانت تكوني مجدل الكاوكاو ديالك تم راح توجديه. شوفوا حوالي 10 دقائق ربع ساعه يكون واجد، هو برك يشد الوقت غير كي تعسليه وتخليه يا يبات يا اقل شيء 6 سوايع. هذا ما كان خدمته بزاف سهله هكذا. وراح نقلبها بهذا الشكل ونحي هذاك البابي كويسون بكل سهوله. ونجي لهنا نبدا نسوي لها في الوجه تاعها هكا، نخدمها غير بالعقل، نضغط شويه عادي ونسقمها كامل. وكما قلت لكم القيس تاع السنيوه راهو 30 على 24، 30 على 24. ونجيب لهنا كوبات ونزيد نخدم لها كامل الوجه تاعها بهذا الشكل هكذا، نخدمه بالعقل، نخدمه خدمه نقيه، تخرج لنا النتيجه هايله. هذا هو الشكل ديالهم. نجي لهنا نقطعها، العرض راح نقطعو على 5 والطول راح نقطعو على 6. شوفوا
يعني حتى تعطيني 30 حبه. شوف الله يبارك، الحبه ما تجي صغيره بزاف وما تجيش كبيره بزاف، تجي ما شاء الله. لهنا راح نقطعها على 2، وكل جزء راح نقطعه على 3. وبالنسبه للتقطع راح نقطع حتى لتحت كامل، يعني نهبط الموس للقاعده كامل. وراح نجي لهنا نبدا ننقش فيه. شوفوا طريقه النقش كيفاه. لهنا من الاحسن يكون عندكم نقاش كبير خير من هذا الصغير، الشكل راح يجيكم احسن واحسن. مام هذا يعني مدلي شكل ما شاء الله. شوفوا يعني نحكم جهه نديرها بهذا الشكل، والكوتي اللي قدامها راح نعكس دوك، يعني الصوره راح توضح خير من اللي نهضر لكم. هكذا نعكس هذاك النقاش. بهذا الشكل شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، يعني الحبه تجي ما شاء الله تجي بزاف شابه. وراح نجي لهنا نلصقها بحبه تاع الكاوكاو، واللي دير اللوز تقدر دير اللوز لهنا، يعني نعطيت لكم اللي تجيكم اقل تكلفه. وهذا هو الشكل ديالها، شوفوا الحبه تجي ما شاء الله. دوك شوفوا كي طيب تجي بزاف شابه. ونكمل كامل بنفس الطريقه، نزيد ننقش قدامكم حبه واحده اخرى وراح نكمل بنفس الطريقه. لهنا ملاحظه، شوفوا العجينه كي زعما كيما نقولوا ترفدوها مع الحلال، عادي تعودوا ترجعوها لبلاصتها وتعودوا تنقشوها، راح تجيكم بزاف سهله ما تخسر لكم حتى حبه. بهذا الشكل. ولا هنا راني خدمته كامل، واش راح ندير؟ راح نديرو يطيب على 180 درجه. كون سخنت الكويزينيير تاعي مسبقا، انا كي بديت ننقش فيه شعلت الكويزينيير تاعي على اعلى درجه، نقص لها نديرها 180 درجه. كي نشوف الاطراف تحمروا نعاود نشعلها من الفوق. بالنسبه للبلاطو راح نديرو في الرف الوسطاني، ياخذ لون خفيف يعني ما يكونش احمر بزاف باش ما يجيكمش يابس. بهذا الشكل اللي احنا خدا لي حوالي ساعه في طياب وهو سخون، غير نخرجو من الكويزينيير نجي نعسلو. عندي لهنا 500 غرام تاع العسل، يعني الرطل تاع العسل راح نديرو كامل دفعه واحده، وراح نزيد 100 غرام من الباطه الاخرى، يعني كامل تاع العسل تاعو ياخذ لكم حوالي 600 غرام تاع العسل، يعني يجيكم الحبه معسله مليح حتى القلب ديالها. شوفوا لهنا زدت ضفت 100 غرام تاع العسل من الباطه الاخرى، راني نديرها بالمغرفه. واش راح ندير؟ راح نخليه على الاقل 6 سوايع وهو في العسل ديالو، واللي تقدر تخليه يبات خليه يبات. يعني صراحه انا 5 سوايع جيت قسمته معاكم، ويعني كنشرب لي العسيله وجا ما شاء الله. ملي تقدر تخليه يبات خليه يبات، راح يجيها احسن واحسن. لهنا شوفوا كيفاش تشرب لي هذيك العسيله، ونجي لهنا نقسمه معاكم. شوفوا نعاود نجوز له غير الموس، هو كي طيب راح يتقسم وحدو وحدو، الحبات تلقاوهم مقسومين. ونجي لهنا نوريه لكم، يجي ما شاء الله هذاك الحشو يجي طري، يجي هو يدوب في الفم طايب ما شاء الله، الذوق تاعو بزاف هايل. شوفوا لهنا هذيك العسيله كنت تشوفوا فيها، كنت نحيت الحبه هذيك قبل ما تتشرب لي هذاك العسل. شوفوا الحشو يجي طري، دوك نوريكم الحبات هذوك الوسطانيين جاوا ما شاء الله، يعني الحبات كامل يجو قد بعضهم، يجو كامل كيف كيف. شوفوا الشكل تاعها بزاف شباب، شوفوا الحشو هذاك ما تلقاوهش خارج منه ولا منه، يعني ما تلقاوهش هكذاك مزربع، تلقاوه داخل الحبه ويجي طري. شوفوا الحبه تاعنا، شوفوا كيفاش راهي معسله حتى القلب ديالها، والشكل تاعها بزاف شابه. شوفوا يعني الحبه تجي متحوفه تجي هايله. شوفوا كيفاش تجي وتجي طيبه من تحت. لهنا راهو متحمر من تحت البنات، ديفو التصوير ما يبينش مي راهو احمر من تحت.
شوفوا نجي لهنا نقسمها لكم. يعني الموس يجوز تمتم، يجي طري، يجي رطب، يجي هايل. شوفوا شوفوا هذاك الحشو كيفاش يجي من الداخل، يجي طري ما يجيش يابس، ولا يجي طري، يجي ما شاء الله. شوفوا غير نمسوه راح يتقسم ويجي معسل حتى القلب ديالو، يعني وصفه تستحق التجربه. شوفوا لهنا هذاك الحشو، يعني فتحته لكم هكذاك باش نوري لكم باللي الحشو يجي طري ما يجيش يابس. شوفوا يجي ما شاء الله. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.